وللحديث عن استمرار الصراع بين أحزاب العملية السياسية وسط انسداد الأفق لحل الأزمة وتشكيل الحكومة، معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. أهلا بك أستاذ عبد الله. يعني بداية، في أي إطار يمكن قراءة رفض الصدر عرضا إيرانيا بالحصول على 9 وزارات في الحكومة المقبلة؟ هذه التسريبات إلى أي مدى تؤكد حجم التصدع في العملية السياسية بالبلاد وضعف موقع إطار إيران؟ تحية لك ولمشاهديك الأكارم. أهلا بك. حقيقة رفض الصدر يعتمد على أن السياسة الإيرانية الخارجية دائما تنظر إلى من لا ينظر يتعامل معها بندية، تنظر له من الناحية الفوقية. وأيضا بالنسبة للصدر وجماعة الصدر الآخرين، يعني حتى جماعة الإطار، تتعامل معهم فوقية وأمر. وهذه الأسلوب جعل منهم يعني يعرفون تماما أنهم لا قيمة لهم أمام المصالح الإيرانية، ويعرفون تمام مدى تقلب إيران على مصالحها، مدى تختزل هذا ومدى تتعمد هذا. ويعرف تماما الصدر أنه 9 وزارات، أولا إيران لا يمكن أن الوثوق بكلامها هذا. أولا الشيء الأهم ويعرفه الصدر تماما والآخرين يعرفونه وأمريكا تعرف ذلك، إيران تتمسك بالوزارات الأساسية الاستراتيجية في العراق التي تعمل على تحقيق مصالح إيران استراتيجية، وهي الداخلية والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية والمخابرات. هذا هو سبب الرفض الإيراني لهذا للعرض الإيراني، لأنه غير واثق منهم كما هم غير يعرفون أنهم يتعامل مع ناس أصغر من قيمتهم السياسية والاجتماعية حتى في مجتمعاتهم. أستاذ عبد الله، ماذا عن الموقف الأمريكي من هذه الأزمة؟ يعني هل ترى بالفعل أن واشنطن تستثمر موقف الصدر في كبح جماح النفوذ الإيراني مثلا، ممثلا بالقوى التابعة لواشنطن؟ هذا الكلام بعيد تماما عن الواقع الأمريكي. أمريكا تعرف مدى أهمية العراق بالنسبة إلى إيران وتدرك ذلك، وتعاملت معها في احتلال العراق وفق هذه القاعدة. أمريكا تعرف أن العراق يمثل لإيران الهدف الأساسي لاستراتيجيتها، وأيضا هذا ما يخدم السياسة الأمريكية في المنطقة في إشاعة الفوضى. لذلك كثير من المحللين ذهبوا على أن إيران تشكل إيران إسرائيل الشرقية وهناك إسرائيل الغربية، وكذلك إيران تنظر إلى المصالح الأمريكية بنفس المعنى. إيران لن تخزل أو تضعف المصالح الأمريكية في المنطقة وفي العراق بالذات. فلذلك لا أمل أو لا حقيقة وجود موقف أمريكي لجعل إيران خارج المعادلة في السياسة من العراق. أستاذ عبد الله، معهد السلام الأمريكي أكد في تقرير له أن الصدر لا يزال يتقلب في مواقفه السياسية من حين إلى آخر. السؤال هنا، ما مدى ثقة الشعب العراقي بقرارات الصدر المتقلب في مواقفه ولا يزال؟ يعني بداية هذا الحراك الأخير للصدر، توجه بعض الناس في السؤال إلى الصدر على الثبات، ولذلك هو أصدر بيان في أو تغريدة في إجابات على بعض التساؤلات. والناس أيضا لا تثق أنه سيحاسب الصدريين، وأنه ليس هو لا يبقي فساد ولا كذا، وكثير مما كانت تساؤلات الشارع، بمعنى أنه هو يسمع الشارع ويجعل الشارع شعاراته. نعم. والناس لا تثق به. من 2005 إلى اليوم تقلباته واضحة وصريحة وواضحة جدا للشارع العراقي. فلذلك الشارع يدرك أنه لا مجال للوثوق بالصدر، وحتى طلبه الأخير أنه إقامة انتخابات مبكرة. نعم. طلب مهزلة يعتبره الشعب العراقي. لكن ألا ترى أن الصراع بين الفرقاء السياسيين في المرحلة الأخيرة وصل إلى نقطة اللا عودة، خصوصا بعد تسريبات المالكي؟ يعني دعني أطرح السؤال عليك بصيغة مختلفة، إلى أي مدى ترى أن حالة الاشتباك بين هذه الأحزاب والكتل أصبحت أقرب من أي وقت مضى؟ الخلاف هو محصور ما بين المالكي وما بين الصدر، خلاف شخصي إضافة
تحول إلى خلاف سياسي وخلاف مغانم. أما يعني مسألة الصدام أو الحراك، هذا لا يستطيع لا الصدر يعني تحقيقه أو المالكي، هذا تأمر به إيران، وإيران لا ترى لها في مصلحة في ذلك على الإطلاق. فلذلك لا يوجد هناك تشابه فيما بينهم، بدليل انسحاب بعض جماعة الإطار إلى بأمر إيراني إلى جانب الصدر، وهذا الذي يحدد السياسة الخارجية، السياسة ما بين هذه الأطراف هي السياسة الخارجية الإيرانية في العراق. فلذلك هم يعني لا هناك خلاف شخصي لا أكثر ولا أقل، وهناك محاولات عديدة لإبعاد المالكي من الساحة السياسية لاكتشاف أنه لا يملك جمهور مثل ما يملك نعم الصدر. أستاذ عبد الله، بالعودة إلى الشروط التي وضعها الصدر من أجل يعني بدء حوار، ومنها حل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، هل يمكن أن تكون هذه الشروط بوابة أمام حل حقيقي للأزمة السياسية الراهنة؟ الحقيقي للأزمة السياسية الراهنة هو حل، يعني حل ثوري، وليس حل انتخابات. ثورة تشرين طالبت بتغيير النظام السياسي، لم وطالبت بأن يكون هناك انتخابات مبكرة على شرط كشف القتلة ومحاسبة الفاسدين وإبعاد السلاح، وهذا كله لم يتحقق ولن يتحقق في وجود الصدر وفسود هذه الوجوه السياسية والكتل السياسية ذاتها. يعني فلذلك لا يمكن أن نأمل بأنه تكون انتخابات مبكرة. من أين راح يجيبون السياسي؟ راح يجيبون من نفس الإطار ومن نفس نعم، الوجوه ونفس التكتلات، وباقين المكونات باقية والدستور باقي وكل شيء باقي. نعم فأي إجراء انتخابات لا يعني شيء بالنسبة للشعب العراقي، سوى نعم يعتبروها العراقيين وسيلة لسرقة الأموال. السؤال الأخير الآن أستاذ عبد الله، يعني عدم رغبة الشارع العراقي باستمرار تحكم إيران بالعراق على كل مستوياته، ألا يؤشر إلى ولادة ثورة جديدة في العراق تختلف عما يجري حاليا، تكمل ما بدأته ثورة تشرين كما أسلفت؟ بالتأكيد الثورة قائمة، وأنا يعني مطمئن على أن جميع العراقيين باستثناء من اشترك في العملية السياسية من 2003 إلى اليوم، باستثناء هؤلاء فردا وكتلا وكل من شارك في العملية السياسية، حتى الأفراد الذين تقاعدوا وخرجوا جلسوا في مكانات أخرى خارج العراق، كل هؤلاء لا يرغبون إيران أن تخرج من العراق، ولكن العراقيين يطلبون، يعني العراقيين ثقافتهم ثقافة استقلال وثقافة سيادة، ولذلك هم يعني انصدموا في وجود إيران وانصدموا في الاحتلال، وهذا كله يعني متوفر، وشروط الثورة متوفرة وقائمة، وستندلع ثورة بالتأكيد، والثورة قائمة بوجود شعاراتها. لذلك حتى في تشرين، عندما دخلوا بعض التشرينيين إلى قاعة البرلمان، طالبوا باستقلال العراق عن جميع الكتل السياسية التكتلات الخارجية الإقليمية والدولية. الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من كوبنهاغن، شكرا جزيلا لك.